بس رجع شعري. ازاي ده في يوم واحد يا مفتري؟ بس شوف تعبوا لك حركات. ودي حضرتك حيوان. هقول لك ليه شايف ليه؟ هقول لك. قعدنا برضو تاني في الشارع على الجدي شلم اللي حركات كده بابو علي. لازم اودي حضرتك الحيوانات. يلا نروح البيت. بس يلا بنروح البيت. حركات حاسك ان انت بتفكر في حاجه شريره. ايوه طبعا. انت بتقول لي قدامي كده وبالذات اللي في بالي. لو حصل اللي في بالي ايه؟ طب اصبر بس كده. انا طبعا اللي في بالي هو ده. طبعا انا يا سيرلي زي ما انت عارف اللي في بالي هو ان انا هيتقبض عليا. انا عارف الموضوع ده. ايه ده هيتقبض عليا بقى؟ علشان هسرق البنك. اركوت انت ليه كنت واقف هناك كده؟ مفيش. صوتك بقى كان متجهر شويه. وانت في كنت بتفكر في حاجه؟ لا سلام بقى. سامع حركات. حركات بس ثانيه. هو في البتاع اللي حولنا البطل خالص انت عملت فيه ايه؟ انت كسرته؟ ده يلا بس سيبني اروح مشوار. اوكي يا حسين يلا. سامع حركات. هروح انا. سلام. اقول لك انا هروح اقعد اتفرج على التلفزيون. يلا سلام. ماشي. انا بقى لازم اروح عند البنك واسرقه بقى كده. يلا نلاقي طريق. ده لسه هيسفلتوه يعني؟ لازم اوطي صوتي. انا بسرق بنك. ايه ده انا معليه اكتر؟ خلاص يلا بقى. يلا بقى كده خليني اسرقه بقى. خليني بقى. انا سرقت البنك كده. خلينا اروح بقى. على الزرع ده كله. ايه ده شفت حركات؟ بس الزرع. ايه ده انت كنت فين؟ كنت اكيد طبعا انت اكيد مفجوع فاكيد رحت السوق. اوعى تقول اللي خدت فلوس. خدت كل الفلوس عند الجد الشارب. اوعى. لا موضوع اكبر من كده بكتير وممكن نتسجل فيه. حركات دي ولا مش عارف. خليني امشي. اقول لك ايه هو؟ لا ان انا سرقت البنك. يا نهار. الشرطة هتيجي تاخدنا بقى. يا ابني حتى وديها الشرطة. ايوه ما هو ده المفروض. يا نهار. ما انا سمعت ان هم عندهم شيبسي بالشرطة وشوكولاتة بالبند وبسكوتة بالباب. مين السجن؟ لان عندهم كتير قوي. هقول لك ايه اللي موجود. سرير بس وحمام وحنفية. ازاي بيودوك اكل معفن كده مصنوع من الشارع؟ الشارع يعني حولك. بيجيبوا اسفلت يعني ولا ايه؟ لا بيجيبوا طين وبيحطوها الاكل. بتحترم ايه القرف ده؟ تاكل طين ودود؟ بتحترم نفسك. عايز تاكل طين ودود وميه معكره؟ يعني ايه؟ يعني ميه متوسخه. عايز تاكلهم؟ دول هيموتوا علينا. دول جايين. طب ما ريحوا. ايه ده؟ دول جم. حركات تعالى. يلا تروح من القبض عليكم. يلا. طب ليه ده ما عملتش حاجه؟ ايه ده؟ اوعى كنت هتكشف عليا. اوعى. لا ده سرع معايا بس يا جدعان مفيش مشكله. طب تعالى انت بقى اللي لابس ابيض كده على ازرق. انا؟ ايوه انت. تعالى نروح معانا السجن. انت خلي اللي لابس فرخ ده يخليه. ايوه فيها بقى كده. خلاص مع نفسك. مع نفسك. الله يخرب بيتك يا حركات. انت فاكر اللي انت هتخدعنا؟ لازم تروح معانا التحقيقات معانا وحتى السجن برضه. ايه ده برضه يعني؟ احنا الشرطه. تعال يلا ورانا. ماشي. قول لي بقى كنت بتعمل ايه في بالك؟ عايز تعمل ايه؟ كنت عايز اتسجن. تتسجن؟ ما هو السجن فيه ميه بايظه وفي اكل من التراب وفي وتاكل دود. انا بصراحه كده كنت بسرع البنك. ليه بقى؟ علشان اجيب فلوس.
تجيب فلوس، ما هو مش فايد فلوس، ما تيجي لاسمه وتقول له ده كده هتحبس لمدة شهر كامل. شهر انت وصاحبك ده شهر ايه؟ اقول لك سنة كمان. ايه ده انت بتزودها عليا؟ 5 سنين. يلا فرحت. ايه انت بتزودها؟ انت بتزودها يا ابني. خلاص هخليها سنة برضو يا ابني. سنة قليلة شوية، اكتر من 5 سنين. انت لخبطت عيني. طب يلا خش السجن. سنة اكبر من 5 سنين. خش السجن، خش السجن. ماشي. هو اتحقق معاه. يلا حركوتي. سجنني من سببك. وكمان ده انت اتسجنت ثانية. انت اللي جابك؟ اللي جابني ما هم. ما انا اقول لك ليه خدوني الاوضة التحقيقات. ما هم انت مش عاجبها طبعا. ادي اتحبسنا واحنا فاضيين لمدة سنة. انا سرقت البركة علشان عايز اكل شيبسي بالشطة يا حبيبي. ادي ادوم الوقت اللي هم انت هتشرب معايا بايظة. سمعت كلامي؟ بس كده فرحت. فرحت. هنعمل ايه دلوقتي؟ هفضل مسجونين لمدة سنة. مش قلت لك في سراير؟ سريرين الحمد لله عشان احنا 2، وحمام يا معفن، وحنفية. يلا بقى يلا بقى حنام. تعال حطوا لايك علشان نهرب من السجن، وحطوا اشتراك واكتبوا في التعليقات ان شاء الله تخرجوا في السجن. استنوا برضه.